دلوقتي انت عرفت مجموعة من المتغيرات اكس بتساوي كذا، واي بتساوي كذا، زي بتساوي كذا، اي بيساوي كذا، بي بيساوي كذا، وعايز تعرف نوع المتغير ده. عايز تعرف نوع المتغير ده هتقول له ايه؟ عندنا امر اسمه طيب. طيب ده بيديني نوع المتغير اللي هو موجود عندي او اللي انا بستخدمه. كل اللي هعمله فقط هقول له ايه؟ هقول له طيب هيظهر له اهو، هضغط انتر، هقول مثلا طيب اكس. يبقى كل اللي بعمله بكتب كلمة طيب واقول له ايه؟ واقول له المتغير اللي انا عايز اظهر الطيب بتاعه. طب كويس، خد بالك انت لو جيت نفذت الامر ده، انت عايز تعرف الطيب اكس، عايز تعرف نوع اكس ايه، هتستخدم الداله او الامر اللي اسمه طيب وتديله متغير. لو قلت له ران مش هيديني نوع المتغير. ليه؟ لان انت عشان تعرف نوع المتغير لابد تطبعه، تطبع قيمه الحاجه دي. فبالتالي انت لابد تقول له ايه؟ لابد تقول له برنت اهو، وتبصيله المتغير اللي انت عايز تعرف، تقول له برنت تايب اوف مين، تاخد كده قط وتقول له برنت تايب اوف اكس. في الحاله دي هو هيقول لي اكس من نوع انتجر. لو نزلنا تحت كده قال لي كلاس انتجر، معناها ان اكس ده من نوع ايه؟ من نوع انتجر. انت لو قلت له تايب اكس بس، هو هيروح يظهر او يشوف الطيب بتاع اكس ويخزنه جوه، مش هيظهره غير لما تقول له ايه؟ غير لما انت تستخدم الداله اللي اسمها برنت، تقول له برنت كذا. يبقى برنت تايب اوف ايه؟ برنت تايب اوف اكس. يبقى ده لو انا عايز اعرف الطيب بتاع متغير معين. ولو جيت هنا برضو قلت له برنت التايب اوف اكس كابيتال، هيقول لي ايه؟ المفروض يقول لي ده من نوع سترنج اهو. هنزل تحت هقول لي كلاس اس تي ار، يعني ايه؟ المتغير بتاعك ده من نوع سترنج. كمان ممكن نعمل كذا تعريف في نفس الوقت. ممكن نعمل كذا تعريف في نفس الوقت، يعني ايه؟ يعني ينفع اقول له، هلغي ده خالص، هقول له مثلا انزل تحت كده اقول له اكس و واي و جي و مثلا دبليو، هقول له دول كلهم على بعض بيساووا، اقول مثلا 10 كوما سنجل كوت كي اتش اي ال اي ال، بعد كده كوما اقول له مثلا 50 وكوما 10 جي مثلا. طيب ده انا بعمل ايه؟ انا بعرف كذا متغير في نفس الوقت. يبقى هو هياخد القيمة الأولى يحطها في أول متغير، وياخد القيمة الثانية يحطها في ثاني متغير، وياخد القيمة الثالثة يحطها في ثالث متغير، وياخد القيمة الرابعة يحطها في رابع متغير. ده لو أنت عايز مثلا تكتب كله في سطر واحد، بدل ما تكتب إكس بتساوي 10، واي بتساوي خليل، زي بتساوي 50، ودبليو بتساوي 10 جي، هعرفك قدام إن 10 جي ده كومبلكس نمبر. انت معرف رقم تخيلي عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. وينفع تقول له برضو مثلا كده يور نيم مثلا و يور اي حاجه، يور كانتري مثلا، يور ايه، يور كانتري، ومثلا ممكن تخلي ديت كابيتال او سمول او زي ما انت عايز. كده كده انت اللي بتعرف المتغير بتاعك، وتقوم قايل مثلا ده بتساوي مثلا خليل. طبعا السترنج بيتكتب يا اما ما بين سنجل كوتيشن يا اما ما بين دبل كوتيشن. السنجل كوتيشن هي حرف الطه من الكيبورد، وانس انك تكتب بس اول واحده هيقوم يديك الاثنين مع بعض ويقول لك اكتب انت الايه؟ اكتب انت المتغير اللي انت عايز تكتبه. هتقول مثلا انا اسمي خليل القيمه يعني، وبعد كده كوما يور كانتري مثلا ايه؟ اهو سنجل كوت وبالمناسبه، او دبل كوت عادي، شيفت طه هيقول لي دبل كود، لان انا مثلا من ايه؟ انا من ايجيبت. عادي جدا اهو، ايا كان بقى مكتوب صح ولا غلط مش فارقه، واقوم نازل. خد بالك في الحاله اللي زي اللي عندنا دي، انت بتقول له خد القيمه الاولى حطها في المتغير الاولاني، وخد القيمه الثانيه حطها في المتغير مين؟ حطها في المتغير الثاني. كويس جدا جدا جدا. بس خد بالك بقى، لابد عدد المتغيرات يساوي عدد القيم اللي هي موجودة عندك.
وبالتالي انا لو جيت عملت كده رن، الراجل عادي جدا مفيش اي مشكله، اهو عنده متغير اسمه اكس سمول من نوع انتجر وجواه 10، ومتغير اسمه دبليو من نوع كومبلكس زي ما قلت لك لانه كومبلكس نمبر وجواه 10 جي، عنده متغير اسمه واي وسترينج وجواه كلمه خليل، ومتغير اسمه زي لو نزلنا هنا بالمتغيرات هو عباره عن انتجر وجواه 50، ويور كانتري ده عباره عن متغير ومن نوع سترينج وجواه كلمه ايجيبت وهي 5 سايز 5 كاركتر يعني، ونفس الحكايه مع يور نيم يعني الراجل ما اعترضش. لكن لو جيت هنا وقمت قايل له مثلا كوما 20 وهخلي ده مثلا كنترول واحد اخليه كومنت لو انا عايزه يبقى كومنت، لو قلت له رن هيقول لي ايه؟ هيقول لي خد بالك تو ميني فاليوز، لا تو من انت مخصص عدد كبير من القيم لعدد قليل من المتغيرات، وفي الحاله دي هيدي او العكس لو جيت هنا مثلا هسيب القيمه اللي زودتها دي واقول له مثلا ايه كوما بي واقول له رن، هيقول لي ايه برضو؟ هيقول لي برضو نفس الحكايه نوت انف فاليوز، القيم اللي انت دخلتها قليله على عدد المتغيرات اللي انت مدخلها، انت مدخل له مثلا 6 متغيرات ومديله 5 قيم، فانا للاسف مش هقدر اخزن القيم دي في المتغيرات اللي انت مديها لي. في نوع تاني من المتغيرات اسمه بوليان، بوليان ده بيعمل ايه؟ هقول له مثلا اكس بتساوي ترو، اكس بتساوي ايه؟ وناخد بالنا ان ترو جايه باللون اللي هو البيربل اللي هو قدامي ده، لان لو قلت له ترو بالسمول هيقول لي اسف ترو ده في ايه، ايه ترو دي انا ما اعرفهاش، تمام كده. لكن لو انا عايز اعرف بوليان كومه اكس تكون ترو او فولس لابد اقول له ايه؟ اقول له ترو اللي هي بالكابيتال زي ما احنا شايفين كده، كويس جدا. اقول له مثلا واي بتساوي فولس، يبقى كده عارف ان واي بتساوي ايه، واي ان بتساوي فولس. يبقى زي ما احنا شايفين كلمة الترو او الكلمة ترو والكلمة فولس ظاهرين باللون البنفسجي، معنى كده ان كلمة ترو وكلمة فولس دي كلمات محجوزة عند بايثون، كلمة ايه؟ كلمة محجوزة عند بايثون، فما ينفعش اقول له ترو بحرف سمول لا تي سمول يعني، ولا اقول له فولس بإف سمول، في الحالة دي بايثون مش هيتعرف عليها. يبقى بكل بساطة اكس هي عبارة عن متغير وواي برضو متغير، والاثنين واحد فيهم شايل الفاليو ترو والتاني شايل يا ايه الفاليو فولس. احنا بنستخدم الترو والفولس عشان خاطر نشوف حدث معين حصل ولا لا، زي ما هناخد ان شاء الله في اف الشرطية، لو الشرط اتحقق نفذ حاجة معينة، لو ما اتحققش نفذ لي حاجة تانية. كمان لو بعمل تيست على حاجة معينة بقول له لو اليوزر ضغط على الزرار الفلاني نفذ حاجة معينة، ولو ما ضغطش نفذ حاجة تانية. يبقى هي حدث شايل احتمالين، يا حصل يا ما حصلش، لو حصل يبقى ترو، ما حصلش يبقى فولس. لو عايز اعرف المستخدم مثلا فتح ملف معين ولا لا، لو فتحه يبقى ترو، لو ما فتحوش يبقى فولس. طيب لو انا عايز اعرف الطيب او نوع اكس زي ما قلت لك هنكتب الامر اللي اسمه ايه؟ هنكتب الامر اللي اسمه طيب، وبصله المتغير بتاع اللي هو اسمه ايه اكس، لو قلت له طيب اكس ورن هيقول لي ده اكس ده عباره عن ايه، اسف لو ادي اقول له برنت تايب اوف اكس زي ما قلنا، اقول له برنت وافتح القوس بتاعي واقفل القوس الثاني بتاع برنت واقول له رن، هيقوم قايل لي ايه اكس ده من نوع ايه، اكس ده من نوع بوليان، اكس ده من نوع ايه، من نوع بوليان. برضو لو عايز اطبع قيمه واي طيب واي هيقول لي واي ده من نوع ايه، واي ده من نوع بوليان برضو. طب لو عايز بقى اطبع قيمه اكس وقيمه واي، لا هاجي هنا واقول له برنت مين، هقول له برنت اكس، هيقول لي ده اكس ده عباره عن ايه، اكس دي عباره عن ترو، يبقى هي من نوع بوليان وقيمتها ايه، وقيمتها ترو. طيب لو عايز اطبع بدل اكس اطبع واي، هيقول لي لان خد بالك انا سايب الامر اللي اسمه برنت التايب، لو انا مش لو انا عايز الغيه الغيه عادي جدا مش مشكله، عايزهم الاثنين شغالين مفيش مشكله خالص اهو، يبقى هيقول لي ده واي دي من نوع بوليان وقيمتها بايه، وقيمتها بفولس.